تعالوا نبدأ نعلم أولادنا احترام الحيز العام. أول مرة بتسمع المصطلح؟ في إشي اسمه حيز عام وفي إشي اسمه ممتلكات عامة. هذا الحيز وهاي الممتلكات مش خاصة إلك ولا لأبوك ولا لعائلتك، هذا ملك عام من حق البلد وأهل البلد كلهم، مثل الرصيف المعد للمشاة ومش لسيارتك، مثل موقف السيارات المخصص لأصحاب الاحتياجات الخاصة وإنت مش منهن، مثل الشارع اللي لما بترمي زبالتك فيه بعد بيومين بتتصل للبلدية ليش البلد قلبت زبالة، مثل البنوكي والحيطان اللي بنص البلد وانت بتقرر تقعد ترسم عليهن وتلزق فيهن البان اللي كان بتمك، مثل مصف السيارات اللي بالشارع المعد لكل الناس مش لأصحاب المصلحة اللي فاتح بالصدفة قدام هذا المصف. كل اللي حكيته سابقاً اسمه اغتصاب وانتهاك الملك العام. اللي عنده محبة حقيقية لنفسه ولبلده وكمان انتماء بيهتم باحترام الملك العام. وبهالموضوع تعالوا نفحص حالنا إحنا لوين؟